موجز الثامنة من قناة طناس، حياكم الله. قال فضيلة مفتي الديار الليبية إن ما يجري في بلادنا سببه إحدى ثلاثة، فالأولى هم سياسيون ونخب ينامون على المعاصي ويصبحون عليها كالخمر والفجور وسب للدين وأكل الحرام وبيع للدين والأوطان للأعداء، وذلك بعرض من الدنيا. وأما الثانية فهي التخلي عن المظلومين والمستضعفين في بني غازي وتركهم لآلة البطش المتعددة الجنسيات محلية ومرتزقة ودولية. وأضاف فضيلة المفتي أن ثالث الموبقات التي هي من سبب بلائنا استهتار الكثيرين بمحارم الله بين منتهك وساكت عن المنكر إلا من رحم الله، معتبرا أن هذا من الظلم للنفس والكفر بالنعم الذي أخذ الله به الأمم من قبلنا، داعيا إلى العودة لله وترك المعاصي والموبقات ليصلح حال البلاد. أيضا قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، قال أن الدماء المعصومة البريئة حرمتها واحدة، وأن الله توعد من انتهك حرماتها باللعنة والغضب والخلود في نار جهنم. فضيلة المفتي وفي مقال له جاء على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية، أضاف أن ما يجري في طرابلس وجرفزليط وجنزور وغيرها من المناطق هو نار تتنقل وبؤر تتوتر وتشتعل، ماء تخمد في مكان إلا لتشتعل في مكان آخر. أفاد مركز السرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بني غازي، أفاد بمقتل طفل بعد استهداف مقر إقامته بقذيفة دبابة بشكل مباشر من قبل عصابات تابعة لما يعرف الكرامة. المركز أشار إلى استهداف دبابة تابعة لعصابات الكرامة بقذيفة RPG ما أدى إلى إعطابها وسحبها من ساحة المعركة، مضيفا أنه تم مشاهدة آليات تابعة للكرامة تنسحب من ساحة المعركة بعد فشلها في محاولة التقدم. أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أكدت أن العنف لن يكون السبيل لحل أي من التحديات التي تواجهها ليبيا. موغيريني أوضحت في بيان لها أنها تتوقع من جميع الأطراف الابتعاد عن أعمال العنف الأحادية والعمل على حماية المدنيين الليبيين. وبيّنت موغيريني أن الوحدة والحوار هما السبيل الوحيد لجلب الأمن والسلام لليبيا ومواطنيها، معربة عن أملها البالغ في أن ينخرط جميع الأطراف في عملية بناء مستقبل مشرق لليبيا. إلى الخبر الأخير في هذا الموجز، حيث قال الحاكم العسكري التابع لمجرم الحرب خليفة حفتر عبد الرازق النظوري، قال أن ميليشياتهم ستتجه إلى مدينة درنة فور الانتهاء من معركة بني غازي، مطالبا ثوار درنة بتسليم أسلحتهم. وأضاف النظوري في تصريح صحفي له أن ميليشياتهم لن تسمح بأن تحكم درنة، من وصفها مجموعات إرهابية تابعة وفق قوله لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. يشار إلى أن ثوار درنة قاموا بطرد عناصر ما يعرف تنظيم الدولة بعد مواجهات استمرت لأشهر، فيما تشهد المدينة حصارا خانقا من قبل ميليشيات الكرامة. إلى اللقاء.